خير يا تاني، اليوم درسنا عن حقائق الضرب في العدد 3. قبل أن نبدأ بدرسنا لليوم سوف نأخذ بعض المسائل الكلامية لجدول 3. يوجد لدى خالد 4 مزارع، وداخل كل مزرعة يوجد 3 بقرات، فكم بقرة لدى خالد؟ هون إحنا رسمنا 3 مزارع وداخل كل مزرعة في عنا 3 بقرات، هون شبه بقرة مش بقرة. إذن في أول مرحلة بدنا نحولهم لعملية الجمع. الجمع كالعادة هو بنحط إحنا بين كل مزرعة إشارة الجمع. نيجي عند المربع الأول بنحسب هون كم عنا بقرة في المزرعة الأولى، 1 2 3، وكم بقرة في المزرعة الثانية والثالثة والرابعة. في المزرعة الأولى عنا 3 بقرات، في المزرعة الثانية عنا 3 بقرات، وفي المزرعة الثالثة برضو عندنا 3 بقرات، والمزرعة الرابعة عندنا 3 بقرات. إذا لما بدي أجي أحسب بحكي 3 زائد 3 يساوي 6، 6 زائد 3 يساوي عندي 9، 9 زائد 3 يساوي عندي 12. إذا الجواب يساوي عندي 12. هسا بدنا نيجي نحولها لعملية الضرب. قلنا إحنا الصندوق الأول يعبر عن عدد المجموعات، والصندوق الثاني يعبر عن عدد العناصر داخل كل مجموعة. إذا العناصر داخل كل مجموعة، عدد المجموعات عندي أنا 4، نهمي 1 2 3 4، 4 مزارع. أكم بقرة عندي داخل كل صندوق؟ عندي 3 بقرات. إذا إحنا أخذنا بالجداول السابقة إنه 4 ضرب 3 يساوي عنا كم؟ يساوي عنا 12. ماشي يا تاني؟ أخذنا في الجدول الأربعة أكم عنا أكم 4 ضرب 3 يساوي 12. هي كانت بجدول الأربعة إن هي 3 ضرب 4 يساوي 12، نفس الإشي ولكن عدد العناصر وعدد المجموعات هو الذي يختلف. السؤال الثاني، لدى تاجر ألعاب 3 صناديق من الألعاب، وكل صندوق يحتوي على 3 إيش؟ الألعاب. فكم لعبة لدى التاجر؟ رسمنا 3 صناديق، هاي الصندوق الأول، هاي الصندوق الثاني، وهاي الصندوق الثالث. رسمنا داخل كل صندوق ألعب سيارة وطابة ولعبة عادية. هلأ بدنا نحولها لعملية الجمع، نحولها لعملية الجمع، نحط بيناتهم الصناديق عملية إيش؟ الزائد. نجي بنحكي داخل كل صندوق الأول كم في عندي لعبة؟ عندي 3 ألعاب. في الصندوق الثاني كم عندي لعبة؟ عندي 3 ألعاب. والصندوق الثالث برضو عندي كمان 3 ألعاب. إذا نجي بنحكي 3 زائد 3 يساوي عندي 6، 6 زائد 3 يساوي عندي كم؟ 9. إذا النتيجة عندي إياها كم؟ 9. نجي نحولها لعملية الضرب. نجي بنحكي أكم عندي أنا مجموعة؟ عندي 1 2 3. إحنا قلنا الصندوق الأول عدد المجموعات، والصندوق الثاني عبر عن عدد العناصر داخل المجموعة. إذا عدد المجموعات كم عندي أنا؟ 3. والألعاب اللي داخل كل صندوق عندي 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هل أنا شايف إنه في صندوق من الصناديق هذول إنه فيه لعبة زيادة؟ طيب لو أنا رسمت لك لعبة زيادة يا ثاني، هل أنا بقدر أعمل عملية أتم عملية الضرب؟ لا، لازم يكون عدد الألعاب في عدد في الصناديق متساوي. عدد الألعاب لازم يكون في الصناديق متساوي حتى أقدر أنا أحولها لعملية الضرب. إذن عندي أنا في كل صندوق في عندي 3 ألعاب، إذن 3 صناديق و3 عناصر داخلهم. إذن 3 ضرب 3 كم يساوي عنا؟ 9. إذن هون أخذنا 4 ضرب 3 يساوي 12، وهون أخذنا 3 ضرب 3 يساوي كم؟ 9. هسا نجي لدرسنا بالكتاب. نيجي
أول سؤال بالكتاب بيقول لك لدينا قفص دجاج، في كل منهما 3 دجاجات، فكم عدد الدجاجات في القفصين؟ بيقول لك في عندنا قفصة من الدجاج، 1 2، القفص الأول والقفص الثاني، وداخل كل منهما عندي 3 دجاجات. كم عندي دجاجة؟ عندي 3 في كل صندوق، هاي الأولى، طلعوا هاي الأولى، هاي الثانية، وهاي الثالثة، وهاي الأولى، وهاي الثانية، وهي الثالثة. إذا أنا عندي عدد الدجاجات شمالهم متساوي، عدد الدجاجات شمالهم متساوي. إذا عدد المجموعات في المربع الأول وعدد العناصر في المربع الثاني. طيب هنا إذا بدنا نحولها إحنا لعملية جمع، نحط بين القفصين هذولا شارد زائد، بنيجي بنحكي القفص الأول، خلينا نعمل هون عملية، هون عملية الضرب، هون عملية الجمع. تعملوا لي صندوق تكتبوا لي هون الضرب وهون الجمع عشان تفهم إنه عملية الضرب هي عملية جمع متكرر. إذا الجمع، بحالة الجمع نيجي بنعمل عندنا كم صندوق؟ عندنا 2، 1 زائد صندوق الثاني. إذا في كل صندوق كم عندي دجاجة؟ عندي 3، وهون أيضا كمان 3 في الصندوق الثاني. إذا 3 زائد 3 كم يساوي عندنا ثاني؟ 6. طيب هسا نيجي نحولها لعملية الضرب. أنا كم صندوق عندي؟ عندي 1 2 صندوق قفص، يعني عدد المجموعات، كم قفص كم صندوق اللي هم عدد إيش؟ المجموعات. عدد العناصر، كم دجاجة موجودة عندك في الصندوق الواحد؟ أنا عندي 3 دجاجات في الصندوق الواحد. إذا 2 ضرب 3، 2 ضرب 3 كم يساوي عنا؟ 6. 6 إيش؟ 6 دجاجات. مجموع دجاجات هي جمع لدجاجة. إذا أخذنا 4 ضرب 3 يساوي 12، وثلاثة ضرب 3 يساوي هايهم، 4 ضرب 3 يساوي 12، وعندنا 3 ضرب 3 يساوي إيش عندنا؟ 9. هاي أخذنا مسألتين من جدول 3. هون أخذنا 2 ضرب 3 كم يساوي عندك؟ 6. نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول لك لدينا 4 أعشاش، في كل منهما 3 بيضات. كم عنا عش؟ عنا 4 أعشاش. في كل منهما، يعني داخل كل عش في عندك 3 بيضات، فكم بيضة في الأعشاش جميعها؟ نيجي نعد عدد الأعشاش شيء تاني. نيجي نعد 1 2 3 4، عندنا 4 أعشاش. طب خلينا نعد عدد البيض الموجود داخل كل عش، عندنا 1 2 3 لهلا صح، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. طيب لو العش الرابع طلع فيه 4 بيضات، لما يكون في عندنا انا كل الاعشاش الباقيه فيهم 3 بيضات الا العش الرابع فيه 4 بيضات، بقدر اعمل عمليه الضرب؟ لا، الجواب هو لا، ما بقدر اعمل عمليه الضرب لانه عدد العناصر غير متساوي. هلا انا بعطيك مساله عليها وبنشوف اذا بنقدر نعملها او لا. اذا الصندوق عدد المجموعات كم عندي انا؟ 4. هاي بحاله الضرب. هلا قبل ما نعمل عمليه الضرب بدنا نعمل عمليه الجمع. بتحط تحت المربعات هذول كلمه الجمع، وبين كل عش نحط اشاره زائد. اذا انا كم مجموع عندي؟ 1 2 3 4، لازم اعمل 4 صناديق، وبين كل صندوق في عندي عملية إشارة إيش؟ الجمع. نجي نحكي في كل صندوق كم عندي بيضة؟ عندي 3. إذا 3 3 3 3. نجي نحكي 3 زائد 3 كم يساوي عندك؟ 6. 6 زائد 3 كم يساوي؟ 9. 9 زائد 3 كم يساوي؟
12. إذن الجواب النهائي هو 12 لعملية الجمع. ماشي، هلا بدنا نيجي نحولها لعملية الضرب. قلنا المربع الأول هو عدد المجموعات. كم عدد المجموعات عندك يا تاني؟ عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 مجموعات. طب كم عنصر داخل كل مجموعة؟ المجموعة الوحدة هاي فيها 3 عناصر. طب احنا قلنا في اشي مختلف فيهم، في اشي زيادة؟ لا، اذا عندي انا 3 عناصر. اذا اخذنا كم؟ 4 ضرب 3. 4 ضرب 3 يساوي كم يا تاني؟ يساوي عندك 12. ايش نحكي؟ 12 بيضة. نجي هون، كم عدد البقرات في 5 مجموعات؟ عندك بيقول لك كم عدد البقرات، هو مش عارف كم عدد البقرات ولكن عارف انه عنده هو 5 مجموعات. هلا احنا نيجي نعد كم مجموعة نتأكد. عنا مجموعة 1 2 3 4 5، عنا 5 مجموعات. طب نيجي نعد كم في عندك بقرة في كل مجموعة. عنا بقرة 1 2 3، برضو 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، عنا 3 بقرات في كل مجموعة. عنا كم بقرة في كل مجموعة؟ عنا 1 2 3، عنا 3 بقرات في كل مجموعة. نيجي عند السؤال هنا نحولها، هون عندك عملية الضرب هاي بدنا نحولها لعملية الجمع. عملية الجمع بدنا نحط 5 صناديق وبينهم كل واحدة إشارة الزائد. هاي 3، هاي 4، هاي 5. ماشي، أكم بقرة قلنا في كل مجموعة؟ عندنا 3 بقرات عندي في كل مجموعة. نيجي نحسب يا تاني، 3 زائد 3 يساوي عندي 6، 6 زائد 3 يساوي عنا 9، 9 زائد 3 يساوي عنا 12 زائد 3 يساوي عنا كم يا تاني؟ 15. إذا هون يساوي عندك 15. نيجي لعملية الضرب. الصندوق الأول هو عدد المجموعات، الصندوق الثاني اللي هو عدد إيش؟ العنصر داخل كل مجموعة. كم عندك عنصر داخل كل مجموعة؟ 1 2 3. نيجي نحكي عدد المجموعات عندك 5، وعدد العناصر في كل مجموعة عندك 3 عناصر. إذا 5 ضرب 3 كم يساوي عندك؟ 15 بقرة. كم عندك بقرة؟ عنده 15 بقرة. إذا 5 ضرب 3 كم يساوي عندك؟ 15. تمام، نيجي لا خط الأعداد. هذا اسمه خط الأعداد. شو اسمه يا تاني؟ هذا خط الأعداد، خط الأعداد لجدول 3. بداية عندنا هذا الولد، هذا اسمه أبو كشة. شو اسمه؟ أبو كشة. أبو كشة بدأ من الصفر. بدأ من وين؟ من الصفر يقفز. أبو كشة بده يقفز في كل مرة 3 مرات. طيب نجي نحكي صفر، بلش هو من الصفر، صفر قفز 3 مرات رح يوصل للثلاثة. إذا 0 3 رح يقفز كمان 3 مرات، أبو كشة رح يوصل لمين؟ للستة. أبو كشة رح يقفز كمان 3 وصل للتسعة. إذا 0 3 6 9، أبو كشة رح يقفز كمان 3 مرات، 12 كمان 15 18 21 24 27 30. نيجي نحكي الصفر اللي هي عبارة عن 0 ضرب 3، قلنا أي إشي بنضربه بصفر ضرب أي إشي يساوي عندك 0. كم يساوي عندك؟
صفر. واحد ضرب ثلاثة كم يساوي عندك يا تاني؟ ثلاثة. اثنين ضرب ثلاثة يساوي عنا ستة. احنا ضربنا الثلاثة مرتين، ضربنا الثلاثة مرتين او جمعنا اثنين ثلاث مرات. اثنين ضرب ثلاثة يساوي، يا انت بتضرب الثلاثة مرتين، هل لما تضربها مرتين رح يطلع منها ثلاثة ثلاثة. اما لما تيجي بدك تجمع الاثنين، تيجي تجمع الاثنين ثلاث مرات، هاي واحدة اثنتين ثلاثة، اثنين زائد اثنين اربعة، زائد اثنين يساوي ستة. سو الافضل بدنا نقيم الجمع، بدنا نبلش بهاي المرحلة. مرحلة لما اقول لك انا ثلاثة ضرب ثلاثة، يا تاني بقول لك اضرب هاي الثلاثة ثلاث مرات، واحدة تنتين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، راح يطلع منها ثلاثة، راح يطلع منها ثلاثة، راح يطلع منها ثلاثة. اجمعهم، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد ثلاثة تسعة. اذا ثلاثة زائد ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي عندك تسعة. نجي نحكي اربعة ضرب ثلاثة، اضرب الاربعة هاي اضرب الثلاثة هاي اربع مرات، بدها تطلع منها اربع اسهم. راح يطلع منها كم سهم؟ راح يطلع منها اربع اسهم. ماشي، في كل مرة ضربتها للاربعة للثلاثة اربع مرات، بنعد واحد اثنين ثلاثة اربعة، طلع منها اربع اسهم. راح نيجي نحطهم ثلاثة 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 ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة 12. نيجي نحكي خمسة ضرب ثلاثة، ثلاثة يا حرام رح نضربها خمس مرات، هاي ضربناها مرة طلع منها سهم، مرة تانية سهم، تالتة سهم، رابعة سهم، والخامسة سهم. في كل مرة طلع منها سهم رح يطلع معها ثلاثة، في كل مرة ضربنا الثلاثة مع السهم بطلع ثلاثة 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 ثلاثة. نيجي نحسب، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة 12، زائد 3 يساوي عندك 15. ماشي، خلينا نكمل. 6 ضرب 3 يساوي عندك 18. هون احنا ضربنا 3 6 مرات او جمعنا 6 3 مرات، تمام. 7 ضرب 3 يساوي عندك 21. 7 ضرب 3 عندك 21. 8 ضرب 3 يساوي عندك 24. 9 ضرب 3 يساوي عندك 27. و10 ضرب 3 يساوي عندك 30. تمام؟ هسا على الدفتر انت راح تكتب لي جدول. هلا انا بصور لك هاي الصفحة عشان تكتبها انت على الدفتر وتحل الواجب اللي عليك. ماشي، هاي عندك الصفحة واجب، ولكن الجدول الأول بدك تكتبه على صفحة، والجدول الثاني هذا المخربط بدك تكتبه على صفحة ثانية، كل واحد صفحة، عشان لما تيجي تحل هذا تنقلش من هذا. تمام، عندك هذا إذن جدول الثلاثة عندك هي واجب بالبيت، واجب بالبيت كل واحد له صفحة. تمام، يعطيكم العافية.